في هذه البطولة، وبالتالي كل فريق يعني راضي ربما بالتعادل، لكن إن شاء الله الكرة الآن ترضي شغفنا، ترضي طموحنا. الكرة تأتي الآن لمارسيلو كاماتشو، لمسة مرة أخرى الملعوبة رائعة جدا، فيصل، الله الله يا بطل، الله يا بطل، السلطان السلطان يسجل هدف، هدف التأهل، هدف التأهل لفريق الشباب، يأتي بهدف ثمين ثمين جدا، ويأتي بهدف أول للفريق الشبابي. الله يا بطل، الله يا فيصل يا سلطان، ثبت الكرة وخذ وقته فيها وجهزها ولعبها وأكدها، اللاعب المطلب الكبير لعديد من الجماهير الشبابية بأن يكون حاضر، وأتى وكان حاضرا، ويأتي بالتوجيهات من المعجل ومن إنزو. شوف الكرة، شوف الكرة رائعة جدا، عبد الله الشيل في المراوغة، اللمسة خذ وقته، عمل اللف والدوران والتسديدة الرائعة جدا من غير حتى ما يشوف المرمى في الحارس الاحتياطي محمد باقر صادقي، هدفا أول يريحنا، يريحنا لموضوع التأهل، هو التعادل لأهل الشباب، فكيف الآن مع التقدم، وإن شاء الله فوز رقم 14 للأندية السعودية على الأندية الإيرانية يأتي به الشباب بإذن الله. هدف يريح، هدف يجعل كل السيناريوهات الغير جيدة الآن تذهب من تفكيرنا في الدقائق